I now invite and give the floor to His Excellency Faisal Maqdad, Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the Syrian Arab Republic. السيد كسابة كوتشي رئيس الجمعية العامة، أهنئكم على انتخابكم رئيساً للجمعية العامة في دورتها الحالية، وأشكر سلفكم السيد عبد الله شاهد وزير خارجية المالديف على رئاسته للدورة السابقة، كما أشكر الأمين العام على الجهود التي يبذلها في إطار الولاية المنوطة به تنفيذاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. السيد الرئيس، نلتقي اليوم في ظل أوضاع حساسة وخطرة على الصعيد الدولي، حيث تزداد الحروب والنزاعات والتهديدات للسلم والأمن الدولي، وينتشر الإرهاب والفوضى، ويتعرض الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي للخطر، ويتسارع تغير المناخ، واللافت أن كل ذلك يأتي نتيجة لإصرار بعض الدول على فرض هيمنتها على الدول الأخرى والاستيلاء على مواردها وثرواتها والسعي لتحقيق أجنداتها الضيقة بما في ذلك عبر الاستثمار في الإرهاب وفرض الحصار الاقتصادي واستخدام الأسلحة الفتاكة ضاربة بعرض الحائط كل ما أجمعت عليه البشرية من قوانين وأعراف دولية. فقد شنت هذه الدول الحروب واحتلت أراضي الغير تحت ذريعة نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، ولكنها في الواقع دمرت دولاً وقتلت الكثير من الأبرياء، وما جرى في منطقتنا ليس إلا مثالاً على ذلك. أطلقوا على الإرهابيين المدعومين من قبلهم تسمية المعارضة المعتدلة، وهي معتدلة جداً بالمناسبة، التي تنشد الحرية، ولكن هؤلاء كانوا مجرد أدوات لتدمير الدول الأخرى التي لا تسير في فلكهم ولا تخضع لأجنداتهم. سموا عقوباتهم بالعقوبات الذكية، ولكنها في الواقع ليست سوى أدوات قتل وعقاب جماعي ضد الشعوب التي وقفت إلى جانب بلادها وسيادتها وجيشها، وما فعلوه في سوريا من منع وصول الغذاء والدواء ووقود التدفئة وغيره من متطلبات الحياة الأساسية إلى الشعب السوري هو خير دليل. السيد الرئيس، أيتها السيدات، أيها السادة، إننا وإذ ننبه إلى هذا الواقع المزري، فإننا ندعو إلى اتخاذ القرار الصائب في هذه اللحظة الفارقة والدقيقة من تاريخنا الكوني بما يضمن حاضراً ومستقبلاً أفضل لنا وللأجيال القادمة، وبما يؤسس لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يعمل فيه الجميع تحت مظلة مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. بالطبع من المعروف أننا ننطلق في هذه الدعوة من تجربة حقيقية لم تكن منفصلة عن ذلك، لأن الحرب على سوريا كانت في إطارها الأوسع جزءاً من محاولات الغرب لإبقاء سيطرته على العالم، ورغم أن هذه الحرب قد فشلت في تحقيق أهدافها بما في ذلك في كسر إرادة سوريا وعزلها عن محيطها وعن العالم، لكننا لا ننكر أنها خلقت تجربة مريرة وباهظة الثمن على السوريين الذين عاشوا على مدى أكثر من 10 سنوات تحت وحشية إرهاب منظم ترعاه حكومات معروفة وتحت نير احتلال وتدخل عسكري غير مشروع وتحت لا إنسانية حصار اقتصادي وإجراءات قسرية أحادية الجانب لا ترحم أبدا. السيد الرئيس، في الوقت الذي كنا نأمل فيه تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا شهدنا مزيدا من الممارسات الإسرائيلية التي دفعت المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار، وذلك سواء من خلال ارتكابها المجازر
وتصعيد عدوانها العسكري على الأراضي الفلسطينية وقتل المدنيين، أو من خلال الاستمرار في سياسات الاستيطان والتهويد والحصار والاعتقال التعسفي والتهجير القسري والتمييز العنصري. إن ممارسات إسرائيل تشكل جرائم لم يعد من المقبول الاستمرار في الإفلات من العقاب عليها. تؤكد سوريا من جديد بأنها لن تتراجع عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. إن سوريا تدعم قرار فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة التي طال انتظارها، وتدعو إلى عدم عرقلة قبول هذه العضوية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن. السيد الرئيس، تمارس إسرائيل منذ احتلالها الجولان السوري في العام 1967 وحتى الآن أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك بناء المزيد من المستوطنات وتغيير التكوين الديمغرافي والهيكل المؤسساتي، خاصة من خلال محاولات فرض الجنسية الإسرائيلية ووثائق الملكية الإسرائيلية على أبناء الجولان قسراً. هذا ناهيك عن نهب موارد الجولان الطبيعية ودفن النفايات النووية في أراضيه والاستيلاء على الأراضي لإقامة توربينات هوائية ضخمة وغير ذلك من الانتهاكات الموثقة. لقد أضافت إسرائيل فصلاً جديداً إلى هذا السجل الأسود، تمثل بدعمها للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وداعش، وقيامها بشن اعتداءات متكررة على الأراضي السورية. نعم، دعمت إسرائيل داعش وجبهة النصرة، لا سيما استهداف المرافق المدنية بشكل ممنهج ومتعمد، بما في ذلك الموانئ والمطارات المدنية، مما يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم، ويعرض للخطر أرواح المدنيين وسلامة الطيران المدني في سوريا والمنطقة. إن قادة إسرائيل الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين والسوريين على السواء، لا يحق لهم اعتلاء المنابر الدولية للتشدق بالحرص على أرواح المدنيين وحقوق الإنسان. إن سوريا وقت تشير إلى أن استمرار الدعم أو الصمت عن مثل هذه الممارسات الإسرائيلية من قبل بعض الدول التي تنصب نفسها حامية للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان يجعلها متواطئة مع هذه الجرائم، ويظهر مدى ازدواجية المعايير التي تمارسها. وأن سوريا تؤكد أنها ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم. إن الجولان السوري المحتل باق في قلب كل سوري، وحقنا باستعادته كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 هو حق ثابت لا يخضع للمساومة أو للضغوط ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية هو مخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن ينتهي فوراً دون قيد أو شرط. كما أن محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وتفرعاته والقضاء عليه بشكل نهائي لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون والتنسيق مع الدولة السورية وفي إطار احترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. فمحاربة الإرهاب لا تتم عبر تحالف دولي غير شرعي ينتهك سيادة الدول ويدمر المدن والقرى ويرتكب المجازر بحق المدنيين ويسرق الثروات الوطنية ويدعم الميليشيات الانفصالية. كما أنها لا تتم عبر احتلال أراضي الغير وسياسات التهجير
القسري والتغيير الديموغرافي، ولا بالسعي لإنشاء ما تسمى منطقة آمنة والتعاون مع الإرهابيين أنفسهم، أو بممارسة العقاب الجماعي من خلال قطع المياه عن المدنيين. أما الميليشيات الانفصالية التي ما زالت تعيش تحت تأثير الأوهام التي ينسجها رعاتها، فعليها أن تعى الواقع وأن تتراجع عن التعويل على المحتل الأجنبي، فمن لا يقف إلى جانب وطنه لا وطن له. السيد الرئيس والسيدات والسادة، لقد انتهجت الدولة السورية منذ بداية الأزمة في العام 2011 خيار التسويات والمصالحات الوطنية المحلية كطريق لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في مختلف ربوع الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع السوري. وضمن هذا النهج الجامع نفسه تم إصدار 21 مرسوم عفو عام، كان آخرها المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، والذي منح بموجبه عفواً عاماً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل السوريين، عدا تلك الجرائم التي أفضت بطبيعته عن تلك الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان. إن هذا العفو يكتسي أهمية استثنائية بطبيعته القانونية والاجتماعية والسياسية، فهو يعكس مرحلة متقدمة في إطار إرادة وجهود الدولة السورية المستمرة لترسيخ المصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار بشكل مستدام. وستتابع الدولة السورية جهودها وفقاً لهذا النهج الذي أثبت فعاليته على أرض الواقع، والذي أدى إلى عودة الكثير من السوريين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية كغيرهم من باقي السوريين. بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا، فقد حرصت على إجراء استحقاقاتها الدستورية في موعدها، حيث شهدت سوريا قبل عدة أيام قبل مجيئنا إلى نيويورك انتخابات ديمقراطية للمجالس المحلية، ترشح لها 59,000 مرشح تنافسوا على 19,086 مقعد، مما يعكس اتساع المشاركة الشعبية الديمقراطية وتعزيز اللامركزية وتعميق الإدارة المحلية في كل قرية ومدينة ومنطقة ومحافظة في سوريا. السيد الرئيس، بالتوازي مع ذلك تعاملت سوريا بإيجابية مع الجهود والمبادرات التي قدمت في إطار المسار السياسي، وفي هذا الصدد تجدد سوريا دعمها للاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانة، كما ترحب بنتائج قمة طهران التي عقدت في 19 من تموز لعام 2022، والتي تم التأكيد فيها على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك التأكيد على الوقوف ضد المخططات الانفصالية وعلى القضاء النهائي على المجموعات الإرهابية. ولكن للأسف سيبقى كل ذلك حبراً على ورق إذا استمرت تركيا بعدم الالتزام بهذه النتائج قولاً وفعلاً، وبعدم تنفيذها لمخرجات أستانا السابقة. من جهة أخرى، تعيد سوريا الإشارة إلى اهتمامها بعمل اللجنة الدستورية التي تم الاتفاق على تشكيلها في مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في سوتشي عام 2018، وتؤكد على ضرورة أن يحافظ المبعوث الخاص إلى سوريا على دوره كميسر للحوار السوري وبملكية وقيادة سورية، وذلك وفقاً للولاية الممنوحة له. السيد الرئيس، السيدات والسادة، من المعروف لكم أن سوريا كانت قبل بدء الحرب الإرهابية التي شنت عليها في العام 2011 من أكثر بلدان العالم أمناً واستقراراً وازدهاراً، وكانت تحقق اكتفاءً ذاتياً وتؤمن متطلبات الحياة الأساسية لشعبها بشكل قل نظيره في المنطقة، سواء في القطاع التعليمي أو الصحي أو الخدمي أو المعيشي. ولكن هذه الحرب الظالمة غيرت هذا الوضع، لا بل شهدنا أزمة إنسانية لا يستهان بها، ولكن السؤال المهم هنا هو ما السبب في ذلك؟ طبعاً بات الجواب واضحاً، إن السبب الأساسي في ذلك هو الإرهاب،
ثم الإجراءات القسرية أو حادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية وسرقة ثروات الشعب السوري. وكمثال على ذلك أشير إلى أن القيمة التقديرية للخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع النفط والغاز والثروة المعدنية السورية فقط منذ العام 2011 وحتى منتصف العام 2022 بلغت ما قيمته 107 مليار دولار أمريكي، 107 مليار دولار أمريكي. وسنطالب بالتعويض عن هذه الخسائر، لأن عالم اليوم لا يجب أن يكون عالم الوحوش بل عالم الأمن والاستقرار والسلام. السيد الرئيس، تبذل الدولة السورية جهوداً جبارة لتحسين الوضع الإنساني على الأرض وإعادة بناء ما دمره الإرهاب وتسهيل عودة اللاجئين السوريين، وتحرص على تقديم هذه كل التسهيلات للأمم المتحدة لتحسين وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها ولتنفيذ مشاريع التعافي المبكر التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2642. إننا نعتقد بأن هذا القرار رغم كل تحفظاتنا عليه يمكن أن يشكل خطوة إضافية نحو تحسين الوضع الإنساني في سوريا وزيادة القدرة في الحصول على الخدمات الأساسية، ولكن ذلك يتوقف على مدى تنفيذ الدول الغربية لما جاء في قرار بخصوص توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية بما في ذلك مشاريع التعافي المبكر الهادفة إلى توفير المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، حيث أثبتت تجربة القرار السابق رقم 2585 أن تنفيذ هذه المشاريع لا يمكن أن يتم في ظل إصرار الدول الغربية تسييس العامل والعمل الإنساني والتنموي في سوريا واستمرارها وضع العراقيل والقيود أمامها، ولا سيما من خلال فرض الإجراءات القسرية وحادية الجانب أو ما تسمى بالعقوبات الاقتصادية. السيد الرئيس، تعيد بلادي سوريا التأكيد على موقفها من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وعلى تأييدها حق الاتحاد الروسي في الدفاع عن نفسه وحماية أمنه القومي رداً على السياسات الغربية العدوانية، ونحن واثقون أن الاتحاد الروسي اليوم لا يدافع عن نفسه فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية وعن حقنا جميعاً في عالم يرفض منطق الهيمنة والقطبية الواحدة. تؤكد سوريا مجدداً تأييدها الكامل لموقف جمهورية إيران الإسلامية إزاء العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل منفرد وغير قانوني، وتشيد بالنهج البناء والمسؤول الذي تتبعه إيران في التعامل مع هذا الموضوع، وتدعو الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين إلى تنفيذ المطالب الإيرانية المشروعة. تستمر سوريا بدعمها لمبدأ الصين الواحدة وتأييد مواقف جمهورية الصين الشعبية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شينجيانغ، وتشدد على حق الصين غير القابل للتصرف في اتخاذ ما تقرره من إجراءات وخطوات للدفاع عن سيادتها خاصة في مواجهة التصعيد غير المسبوق وسياسة الاستفزاز التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضدها. وتدين سوريا الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا منذ عقود بما في ذلك تمديد الإدارة الأمريكية لما يسمى قانون التجارة مع العدو. لا أدري من هو العدو، هل هو الشعب الكوبي أم الشعب السوري أم الشعب الروسي؟ يخلقون أعداءً وهميين. وتدعو سوريا لوقف التحركات والتدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية والتي تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وتطالب سوريا بضرورة رفع كل أشكال الإجراءات القسرية أو حادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على روسيا وإيران وفنزويلا وبيلاروس ونيكاراغوا وكوريا الديمقراطية وزيمبابوي وإريتريا في كل أنحاء العالم، وضد بلاد سوريا وتعتبرها إرهاباً اقتصادياً لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح، لا من الناحية القانونية ولا من ناحية آثارها اللا إنسانية على الشعوب المستهدفة. كما تؤكد سوريا على ضرورة التوقف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول واحترام سيادتها التي كفلها الميثاق والقانون الدولي. السيد الرئيس، السيدات والسادة، ختاماً، لقد مر العالم
خلال الأعوام الماضية بظروف استثنائية بكل المعايير، وتعرض لتحديات خطيرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وصحياً ومناخياً وغذائياً، وها نحن نواجه توتراً وتصعيداً لا سابقة له على الصعيد الدولي، مما يهدد بالمزيد من المخاطر ويرمي بعالمنا إلى المجهول إن لم نتحرك الآن وبسرعة لمواجهة هذه التحديات بشكل جماعي ومشترك، بما يسهم في تلبية تطلعات شعوبنا جميعاً بتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة، وضمان ألا يكون هدف عدم تخلف أحد عن الركب مجرد شعار. إننا على قناعة تامة أن تحقيق كل ذلك إنما يبدأ عندما تدرك بعض الدول الغربية أن الدول العظمى لا تكون عظمى ببطشها وقوتها العسكرية فقط، وإنما باحترام الميثاق والقانون الدولي وإعلاء المبادئ الإنسانية وبالابتعاد عن الأنانية وعقلية الاستعمار، وعندما تدرك فعلاً أننا نعيش في عالم واحد لا يمكن فيه لدولة أن تحقق مصالحها وأمنها على حساب مصالح وأمن الدول الأخرى. وشكراً والسلام عليكم. I thank the Minister of Foreign Affairs and the expatriates of the Syrian Arab Republic. And now I give the floor.